تلك النفس وما سواها أكرمها ربي وهداها، فيها أسرار لا تحصى، عقلك بالإعجاز يراها، تبحر في الآيات وتسمو، والقلب يسامر نجواها، تبحر في الآيات وتسمو، والقلب يسامر نجواها. بالذكر تجلى، أحرسها من زيف هواها. النفس الأطهر والأزكى ألهمها المولى تقواها، النفس الأطهر والأزكى ألهمها المولى تقواها. فاسمع يا هذا وتفكر، إن ترجو بالخير مناها. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفاري الخيرية ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان فرع جدة. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله أينما كنت في أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، ما الذي أصاب بيوتنا من خلل في عدم المودة والرحمة وتبخر المودة والرحمة في كثير من بيوتنا، فصارت البيوت لبعض أفرادها سجنا من السجون أو زنزانة، حتى وإن كان البيت قصرا منيفا؟ ما الذي جعل النفوس يضيق بعضها ذرعا من بعض لأتفه الأسباب؟ ما الذي جعل الإيثار يتبخر من البيوت؟ لا أخ يعني يؤثر أخاه عليه، ولا أخت تؤثر أختها عليها، ولا الزوجة تذكر زوجها بالخير أمام أهلها وأمام أهله، ولا هو كذلك يذكرها بالخير أمام من يعرف. فلماذا هذه المسألة؟ نحن يعني نقرأ القرآن، ورب العباد عز وجل أمر الرجال بأمر يعني خطير يعني مهم، وهو وعاشروهن بالمعروف. يعني كيف يعني يمسك بمعروف وكيف يسرح بإحسان؟ هو عندما طرق باب أبيها منذ سنوات وقبل أبوها زواجه بها أو وليها، تزوجوا على الكتاب والسنة. ماذا في الكتاب والسنة؟ هذا المثلث العجيب، معاشرة بالمعروف، امساك بمعروف، او ان استحالت العشرة تسريح باحسان. فما الذي حدث؟ هل نحن نتعامل بما يرضي الله بالمعاشرة بالمعروف؟ هل يتحمل احدنا الطرف الاخر؟ هل يصبر احدنا على الطرف الاخر؟ هل يمتص احدنا غضب الاخر؟ هل اذا رأى الانسان الطرف الآخر سواء الزوج أو الزوجة سبحان الله في حالة من الاستياء أو من الغضب أو من التمعر الوجه أو عدم الرضا، هل يتركه حتى يهدأ، يتركه حتى يعني يستعيد عافية النفسية، ثم بعد ذلك نتناقش؟ أما أننا نتناقش دائما مناقشاتنا مناقشات ملتهبة، مناقشات سبحان الله حادة، لا نجيد لغة الحوار. يعني قضية الحوار ليست قضية انتصار، لا أدخل في الحوار وأنا محارب، نحن لا يحارب بعضنا بعضا، قضية ليست حربا، وإنما القضية سبحان الله تريد يعني نريد حوارا هادئا، ولكن نختار الوقت المناسب للحوار، الوقت المناسب لعرض القضية، الوقت المناسب لشرح المسألة، الوقت المناسب لسؤال يعني الرجل يأتي متعبا من عمله، لا هذا الوقت ليس مناسبا لفتح مشكلة حدثت في البيت. أيضا الزوجة ربما اتصلت بأهلها فبلغها خبر سيء، بلغها خلاف بين أخيها وزوجتها أو بين أمها وأبيها أو فهي في حالة نفسية غير سوية. لا يطلب الزوج في هذا الوقت من زوجته
لماذا لا تبتسمين في وجهي؟ لماذا كذا وكذا؟ نحن يجب أن نضع الأمور في نصابها. كيف؟ أول شيء، الله لما مدح هذا البيت الكريم، بيت زكريا عليه السلام، قال وأصلحنا له زوجة. هل من أسباب؟ نعم. لماذا أصلح الله؟ الإصلاح من الله عز وجل، لأنهم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. مسألة أن الإنسان يصلح ما بينه وبين الله. عمر بن عبد العزيز كان يقول يعني نحن قوم أصلحنا ما بيننا وبين ربنا، فأصلح الله بين الذئب والغنم. رب العباد سبحانه وتعالى إذا يعني أصلح الإنسان يعني علاقته بالله ونيته جددها أن هذه الإنسانة سبحان الله فيها من الحسنات المساحة الكبيرة، وفيها من السيئات كما في أنا، كما فيك أنت، كما فينا جميعا، كل بني آدم خطاء، ولكن أنا أتعامل في مساحة الخير التي في الطرف الآخر وهي موجودة، بل بالعكس هي موجودة على سعتها وموجودة بكثرة، ولكن أنا لا أستثمرها. وإنما بعض الناس من الغباء الاجتماعي أنه يركز على الجانب السلبي، على السلبيات، على العيوب، على الملكات السيئة التي لا تتغير. هناك ملكات لا تتغير، يعني رجل نشأ في بيت كل أهله عندهم عصبية في التعامل، وهو ورث من أبيه وأمه هذه العصبية. الزوجة يعني تمتص يعني ترى، وبذكائها، والمرأة العربية المسلمة من أذكى خلق الله، لا تطرق باب، لا تنقر على باب العصبية في وقت عصبيته، وإنما تهدأ وتترك الأمور حتى يعني سبحان الله نصل إلى بر السلامة، ثم بعد ذلك نحاول أن نستبين حقائق الأمور. ولذلك أنا أرى والله أعلم أن المسلم الصادق يعني ليس عنده غباء اجتماعي، بل بالعكس يعني ليس الذكاء والغباء مقيس بالعقل، لا، في غباء اجتماعي وذكاء اجتماعي. الذي يضع الأمور في نصابها إنسان حكيم، الذي يضع الأمور في نصابها إنسان عاقل. فلا يجب أن أصغر الكبير أو أكبر الصغير. ونتفق إذا كان أحدنا في ثورة وجب على الطرف الآخر أن يهدأ، ليس هذا في الأزواج والزوجات فقط، بل بالعكس أنا أرى في المصالح الحكومية وفي المؤسسات وفي الشركات وفي تعاملاتنا، الجار مع جاره، الزميل مع زميله، أنا أرى الذي أمامي في حالة غضب لا يجب أن أناقشه في هذا الأمر. وبعدين يجب أن نتحاور بلغة حوار راقية، كيف أن أنصت، وفن الإنصات هذا فن ينقصنا جميعا. وجب أن ينصت الصغير للكبير، والكبير للصغير، الزوج لزوجته، الزوجة لزوجها. فإذا أنصت كل واحد منا يعني للطرف الآخر وأعطى مساحة عرض ما عنده ثم ناقشه بهدوء، نصل إلى بر السلام. أما أن يتكلم هذا ويتكلم هذا في نفس الوقت، هذا يرفع عقيرته وهذا يرفع عقيرته، الإنسان إذا ضعفت حجته على صوته، أي إنسان لما تجد أن ليس عنده حجة يرفع صوته. أما الإنسان الذي عنده حجة قوي يعرض ما عنده، ولكن بهدوء وليس بإيذاء وليس بتذكر الماضي المؤلم. يعني إنسان يحسن إلى زوجته 20 سنة فلا تذكره بعض الهنات، أو العكس، هو يعني تحسن إليه ولكن كان لها بعض الهنات والأخطاء نتيجة عدم خبرة، نتيجة ظروف اجتماعية خاصة، نتيجة ضغوط معينة، هذه يجب أن يراعيها الإنسان. وإذا راعى الإنسان الطرف الآخر عاش هانئ البال. ولذلك قد تجد أنت أو قد تجدي أنت أيها الزوجة الكريمة أن الزوج لسوء ملكاته سببا لدخولك الجنة، وهذه الزوجة أيها الأخ الكريم لسوء ملكاتها سببا لدخولك الجنة. فيعني يجعل كل واحد منا الطرف الآخر سببا لأن يدخل جنة الرضوان. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا لغة الحوار، وأن يرزقنا لغة فن الإنصات وفن الاستماع. اللهم ارزقنا هذا يا رب العالمين، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وطرد عن بيوتنا وبيوتكم شياطين الإنس والجن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية، ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان
فرع جدة. تلك النفس وما سواها أكرمها ربي وهداها، فيها أسرار لا تحصى، عقلك بالإعجاز يراها، تبحر في الآيات وتسمو، والقلب يسامر نجواها، تبحر في الآيات وتسمو، والقلب يسامر نجواها، برهانك بالذكر تجلى، احرسها من زيف هواها.